مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من مدينة أكادير وبالضبط من الطريق الوطنية الرابطة بين أكادير ومراكش. أجواء غريبة جدا وأجواء العيد ترخي بظلالها على مستوى هذا الطريق الوطنية الرابطة بين أكادير ومراكش. أجواء العيد بطبيعة الحال جعلت الطريق خالية تماما من الحركية المعهودة، بعدما كنا نرى حركة و بطبيعة الحال أجواء غير مسبوقة، لكن مع العيد فكل الناس يعني سافروا من أجل قضاء عطلة العيد رفقة الأهل والأحباب، الشيء اللي جعل الطريق باش أنها تبدو بهذا المشهد الغريب. فمرة أخرى كنقول لكم عواشركم مبروكة، عيدكم مبارك سعيد متابعينا الأوفياء أينما كنتم، نقول لكم عيد مبارك سعيد والله يدخلوا عليكم باش ما تمنيتوا إن شاء الله. وكنتمنى بطبيعة الحال أنكم تكونوا دوزتوا العيد بخير وعلى خير وفي أجواء رائعة وأجواء جميلة جدا، وكما كيقولوا المغاربة كيفاش خرجت دوارتكم. فبطبيعة الحال كيفاش خرجت دوارتكم، كيفاش كاين أجواء العيد في المنطقة اللي انتم فيها، لكم بطبيعة الحال التحايا ونبلغوا جميع الناس اللي كيتابعونا في كل مناطق أجمل وأعطر الأماني في هذه الليلة المباركة اللي هي يا رب ودامت لنا الأوفية. فأنتم كما كتشوفوا معنا صراحة جو رائع جدا، رغم أن الحرارة مرتفعة شيئا ما هنا بجهة سوس ماسة، فحرارة اليوم صراحة كانت حرارة مفرطة نوعا ما. وكنتمنى انكم تكونوا دوزتوا العيد بخير وعلى خير مع الاهل والاحباب، وايضا احياء صلة الرحم والتقاليد والعادات. الناس اللي كيشوفوا بطبيعة الحال هذا البث المباشر كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال متابعينا الاوفياء. فانتم كتشوفوا معنا هذه الاجواء الرائعة وهذه الاجواء الجميلة، وانتم الاجمل وانتم الاروع يا احلى متابعين متابعي قناة الشعب بامتياز كما كتبعوا معنا هذا البث المباشر. فكنتمنى انكم دائما نلقاكم في احسن الظروف. فاليوم الاجواء المسائية والاجواء الليلية كنقربوكم منها من الطريق الوطنية الرابطة بين اكادير ومراكش في اتجاه مراكش. انتم كتشوفوا يعني الطريق خاوية في اتجاه مراكش بطبيعة الحال، فالأجواء توحي بأن عطلة العيد يعني خلات يعني حركة السير والجولة أنها تكون قليلة في هذا المعبر الطرقي. فالأغلبية ديال الناس يعني سافروا، الأغلبية ديال الناس مازال ما كيرجعوش المناطق ديالهم، فالأغلبية ديال الناس جاوا لمدينة أكادير باش أنهم يقضيو العطلة مع الأهل ديالهم والأحباب ديالهم. والحسوني كيقول كل عام وانتم بخير، تحياتي من ليبيا، تحيه لك اخي الكريم، تحيه لاشقائنا الليبيين وكل اشقائنا العرب اينما كانوا، ايضا تحيه خاصه الناس ديال الجاليه المغربيه المقيمه بديار المهجر، خاصه الديار الاوروبيه والديار الامريكيه وكل الناس اللي كيتابعونا في مختلف بقاع العالم. نزف لكم احلى التحايا هنا من الطريق الوطنيه الرابطه بين اكادير ومراكش. بطبيعه الحال عواش لكم مبروكه نجمة أختي الكريمة، عواشركم مبروكة، كنتمنى أنك تكوني بألف خير. أيضا الأخ محمد من مدينة الدار البيضاء، تحية أخي الكريم. فبغيت يعني الناس تشارك معنا الأجواء ديال العيد، الناس تقول لنا في لي كومونتير كيفاش دايرة ربما الأجواء ديال العيد في المناطق اللي أنتم كتبعونا فيها، واش كاين شي طقوس، واش كاين شي ربما عادات كتخلدوها، ربما أيضا الناس ديال اللي كيحيوا بوجلود بالماونة وبالبطين كل واحد شنو كيسميه. فالعديد من المناطق يعني كتحتفل بطبيعه الحال يعني بهذه الاجواء الرائعه وبهذه الاجواء الجميله، وانتم الاجمل والاروع دائما يا احلى متابعين. الناس يعني بطبيعه الحال الاخت نجمه فاتي كتقول كل شيء جا لاكادير، اكيد اختي الكريمه كل شيء جا لاكادير، يعني الدار البيضاء خوات، الرباط خوات، جميع المدن ديال المركز خواو، لان الجاليه السوسيه هي التي تنعش الحركه الاقتصاديه والحركه التجاريه بهذه المدن الكبرى، خاصه مدينه الدار البيضاء. فالسواس الاحرار السواس هما اللي بطبيعه الحال هزين الاقتصاد الوطني، السواس هما اللي كينشطوا بطبيعه الحال
في المجال الاقتصادي وفي المجال التجاري، وربما الناس اللي ساكنين في كازا غيحسوا بالفرق، غيحسوا بالقيمه ديال السواسه، غيحسوا بالقيمه ديال مول الحانوت، غيحسوا بالقيمه ديال داك التاجر البسيط والتاجر اللي ربما كيوفر لك كل المستلزمات من المواد الغذائيه، من الخبز، من الزيت، من الزبده، من كل اي حاجه كتحتاجها كتلقاها عند السوسي في الحانوت. وبالتالي فالسواسه اليوم غادروا الدار البيضاء، وغادروا الرباط، وغادروا القنيطره، وغادروا طنجه، متجهين الى تمازيرت او متجهين للبلاد ديالهم اللي هي قرى سوس ومناطق سوس اللي غيبقاو فيها ربما 20 يوم حتى شهر على ابعد تقدير باش انهم يدوزوا الطقوس والعدد ديال العيد اللي كدوز هنا في اجواء رائعه جدا، وخاصه بطبيعه الحال يعني الناس ديال احواش وايضا بوجلود بالمون بولب رائعه جدا واجواء جميله نعيشها نحن واياكم بالطريق الوطنيه الرابطه بين اكادير ومراكش. اكيد نجمه كتقول حيت اكادير عامر وانا ساكنه في اكادير، تحيه لك اختي الكريمه. بطبيعه الحال حتى حنا ولاد اكادير ولاد سوس وكنعرفوا بالقيمه ديال هذا الرقعه الجغرافيه الطاهره، الرقعه الجغرافيه الشريفه اللي هي ارض سوس العالمه، اللي بطبيعه الحال نجبات علماء، نجبات مفكرين، نجبات تجار كبار، الناس اللي كيساهموا في الاقتصاد الوطني واللي كنفتخروا بهم. وتحيه لجميع المغاربه، وحنا كنا مغاربه من طنجه القويره. بطبيعه الحال لا فرق بين عربي وامازيغي، ولا فرق بين شمالي وصحراوي، فكلنا مغاربه وكلنا تحت رايه واحده وشعارنا الدائم الله الوطن الملك. بطبيعه الحال تحيه للجميع. فقط كانت هذه واحد الاطلاله خفيفه، واحد الاطلاله باش اننا نحيو معكم صله الرحيم ونحيو معكم هذه الاجواء ديال العيد وهذه الاجواء الليليه. وما بقى لي الا انني نودعكم، وعلى امل ان التقي بكم عما قريب ان شاء الله في بث مباشر اخر وفي موضوع اخر. الى الملتقى، وعواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد. فتحيه لكل المغاربه جاء الى القويره. شكرا للجميع وإلى الملتقى.